تعديل عدد الزوم اثناء السنه بقرار فاروق العاصي. فاروق العاصي، عمر العاصي، عبد اللطيف المحمد، عبد اللطيف، بالمؤتمر التأسيسي لنقابة المهندسين الزراعيين الحمد لله تم التأسيس، والآن في إجراء انتخابات لانتخاب النقيب وانتخاب مجلس أعضاء النقابة، والحمد لله هي خطوة إيجابية جيدة جدا بالعمل المؤسساتي في المنطقة بعد ما النظام حطم العمل كله وقسم المنطقة إلى عدة أقسام ودمرها. والعمل المؤسساتي بالنقابي من نقابة مهندسين، نقابة محامين، نقابة أطباء، نقابة بياطرة هي الخطوة الصحيحة والأساسية لإعادة بناء البنى التحتية في المنطقة والوصول إلى بر الأمان بإذن الله. وإحنا اليوم يعني صحيح تأخرنا كثير شوية، تأخرنا بإنشاء النقابة، ولكن وصلنا بالجسم السليم والوقت المناسب والمكان المناسب بإذن الله. على اعتبار الذريعة اللي راح هو اتخذها انه المؤتمر التأسيسي يا شباب.